كل ولي أمر طالب أو طالبة ثانوية عامة دلوقتي بيسأل نفسه مجموعة من الأسئلة يمكن يكون ملهاش إجابة. ابني أو بنتي هتخش أني جامعة وأني كلية؟ طب إيه المجموع المطلوب وهدفع كام؟ بس للأسف كل الأسئلة دي عشان تلاقي لها إجابة عايز على الأقل لف شهر على الجامعات إن حقت طبعا تخلصهم، وده شبه مستحيل دلوقتي في ظل أزمة كورونا. بس كل مشكلة وليها حل. معرض إديوجيت جاب لك أهم الجامعات من جوه ومن بره مصر والجهات المنحة ومراكز التدريب لحد عندك في البيت. ادخل على الويب سايت من موبايلك أو اللابتوب وسجل بياناتك عشان تحجز مكانك في المعرض مجانا من 6 ل 8 أغسطس على مدار 3 أيام من 12 الظهر لحد الساعة 8 بالليل. خش واسأل واختار وقارن واتفرج على البروشورز ونزل فيديوز بتاعت الجامعات وهم ساعتين زمن وهتحدد مستقبل ابنك أو بنتك. إديوجيت حدد مستقبلك دلوقتي.